وقد نظم بعضهم ذلك بقوله: في تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر ويبقى سبعة وهم إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختم. عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما من سمى الله تعالى منهم في القرآن بأسمائهم فهم 25، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قال: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. وذكر الله سبحانه في موضع واحد منهم ذكر 18 نبيا في موضع واحد، وهو في قوله تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، إلى آخر الآية والآيات الثلاث بعدها، الأربع آيات فيها 18 نبيا. وورد السبعة الباقون في مواضع أخرى من الكتاب العزيز. وقد نظم بعضهم ذلك بقوله: في تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر ويبقى سبعة وهم إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا. عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وهناك أنبياء ورسل ذكرهم القرآن من غير تسمية أسمائهم، كما في قوله تعالى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. وكما في قوله سبحانه: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين، إلى آخر الآيات. هذا ما يتعلق بالكتاب العزيز.